مساء الخير لكل السادة الحضور، مساء الخير على الجميلات اللي موجودين معانا، مساء الخير يا طارق، مساء الخير لكل السادة الحضور مرة أخرى، مساء الخير لكل مشاهدينا مشاهدي نايل لايف إحدى قنوات شبكة NTN. النهاردة التجمع الجميل اللي احنا شايفينه اللي يغلب عليه الموضة والجمال والثقافة هنعرفها من خلال حفلنا النهاردة عشان نتوج ملكة جديدة، ملكة جمال مصر سنة 2010. النهاردة مبسوطين، ملكة جديدة هتنضم ليكو، تاج جديد. الميزة النهاردة في حفلنا انها مش هيبقى ملكة واحدة، هيكون معنا ملكتين. هتكون معنا في الاخبار، ما تنسوش ايميل البرنامج، هيكون معنا الفترة اللي جاية غير صفحة خاصة بالبرنامج، احنا هنقول لكم ايه الاخبار وانتوا اللي هتقولوا لنا كمان ايه الاخبار. نروح نشوف الفصل اللي جاي ونرجع نقول لكم ايه الاخبار. اول خبر معنا عن فيلم ميدان التحرير، فيلم ميدان التحرير هيكون تحت عنوان قصص شهداء ميدان التحرير. خالد الصاوي بيقول احنا عايزين مهرجان سينمائي مصري محترم. حسن يوسف وتصريح عن لسانه تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضربة للسياحة في مقتل. الكاتب والمؤلف الشهير الأستاذ وحيد حامد بيقول لا تراجع عن تقديم الجماعة الجزء الثاني والإخوان شايفين نفسه. الفنان مصطفى فهمي هكتفي برمضان اني هتفرج على المسلسلات. شباب الثورة في الازهر بارك وحديقة الازهر وحفل خاص لاعادة تأهيل مصر وعشوائيات مصر. ثين مان في شكله الجديد الفيلم الشهير تحت عنوان جوني داب البطل الجديد. وصورة خاصة في اخر حلقة ايه الاخبار، تعليقه مهم جدا عليه. فيلم ميدان التحرير فيلم روائي بيقوم بإخراجه وتأليفه الأستاذ بشري شهدي. الفيلم تم استكماله الفترة اللي فاتت، الفيلم من بطولة الفنانة القديرة صفية عمري، ومن أيضا من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب منهم الفنان محمد كريم والفنانة ريهام أيمن. الفيلم كان تعرض لبعض المشاكل خصوصا لما نزلوا في ميدان التحرير عشان يصوروا بعض مشاهد واستكمال لبعض مشاهد للفيلم، وساعتها قام عليهم مجموعة من الأشخاص افتكروا ان هم بيحاولوا يعطلوا المرور وهم مجموعة من الثوار، فتم الاعتداء عليهم بس عدت والفيلم مفروض يطرح الفترة اللي جاية ونشوفه. ثورة 25 يناير. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وإلغاءه السنة دي يمكن في فنانين كتير جدا مؤيدين لإلغاءه وفي فنانين كانوا معارضين لإلغاءه، منها الفنان خالد الصاوي. هو مرحب جدا بفكرة إن مهرجان القاهرة السينمائي هيتم إلغاءه السنة دي، وبيقول إحنا محتاجين مهرجان سينمائي مصري محترم. محترم بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو شايف إن مهرجان السنوات اللي فاتت ليه ثقل كبير جدا بس احنا مش مدينه حجمه، وفي نفس الوقت لازم يكون في وقفه مع المهرجان عشان يظهر بالشكل اللائق للسينما المصريه الفتره. انا مش عارف ايه، بس بالعكس فكره التواصل دي في حد ذاتها بتديك سكيلز على المدى البعيد ناجحه جدا. يعني بص احنا في الاول كلنا في نيه، فانت ممكن لما تيجي دلوقتي تقول انا ما بعرفش اتكلم حد حط بقى نيات كتير. انت ممكن دلوقتي تقول احنا قلنا في ست اركان في الاول، هو علاقتك مع ربنا، الصحي الشخصي العائلي الاجتماعي الشغل. فانت دلوقتي لما تيجي تكلم حد تيجي يقول انا هكلمه عشان ابقى رضيت ربنا، هكلمه عشان الصحي ممكن ابتدي اخرج معاه نعمل حاجه رياضيه، هكلمه علشان على الشغل على المستوى الشخصي ممكن يفيدني في حاجه. فانت حط نيات كتير كده انت بتعملها، دي من الحاجات المطلوبه في الدين. وفي نفس الوقت كل ده يعتبر محفز ليك ان انت تبتدي تشتغل في الحته دي. طيب انت برضو خلي بالك من اللي انت قلته ده، كان في تنظيم للوقت مهم جدا، الست اركان اللي انت قلت عليهم، ويعني ودينا حاسين على تنظيم الوقت عشان كده قال لك بالظبط، وقال لك صلي في الوقت يعني يعني حتى قال لك اللي بيصلي متاخر او قبل الاذان الثاني ده صلاه المنافق. برضه تعالى نتكلم عن تنظيم الوقت عشان ده مهم جدا ولازم نستفيد منه في رمضان. تمام. من الحاجات اللي بتحصل غلط في رمضان ان الناس بتعكس يومها. يعني تلاقيه الصبح حتى لو هو صاحي هو نايم. يعني حتى بيأجل كل حاجه بعد الفطار. بالظبط، لو رحت له في الشغل انت بتقول له انا عاوزك تعمل لي حاجه يقول لك اللهم اني صائم. كانك بتشتمه. تمام. فدي حاجه غلط، ودي من الحاجات اللي بتخلي الصيام صعب على الناس. ان هو غير ان هو مش واكل كويس، هو مش نايم كويس، مش مركز في حاجه خالص، هو اليوم بتاعه بالليل. بالليل وبالليل غلط، كان هو اول ما يفطر يقوم واكل وجبه تقيله جدا. فده غلط في الناحيه الصحيه. الوجبه التقيله دي بتخليه قاعد مش قادر يتحرك، هو كل اللي هو بيعمله قاعد بيتفرج على التلفزيون. مش قادر يتحرك، حتى مش مستوعب يتفرج عليها في التلفزيون. فلازم تعمل تخطيط ان انت اكلك يكون مظبوط. وبجانب التخطيط في الحته دي المفروض تظبط كل التخطيط في الحته الثانيه في حياتك. اوكي. برضه من الحاجات المهمه فكره الاعمال الخيريه، الاعمال الخيريه دي في رمضان لازم نكون حريصين عليها جدا. يعني حتى لو ملوش في الاعمال الخيريه يعني ابتدى دول قلبه بيحن في رمضان ان هو يساعد اللي حواليه. بس المساعده مش للفقير بس. فكره ان انا مثلا لو محمد سعد تامر دلوقتي هيخش زي تقول ايه في كارما، او هيخش في دايره معينه.
والدايره ديت لو انت بتعمل مثلا ايه، انا عملت يعني انا ساعدت حد وساعدت الحد ديت هو مقتدر بس انا ساعدته في شغله وفي نفس الوقت علاقتي بربنا كويسه، فهيبقى عندي يقين ان ربنا هيساعدني في حاجه ثانيه. تعال نتكلم على الدايره دي عشان الدايره دي مهمه جدا. اوكي، الدايره دي مبدئيا ممكن برضو تعملها بالمنظور الاركان الست اللي احنا اتكلمنا فيها. طب يعني انت لما تيجي تساعد حد ممكن تساعد حد بناء مثلا تقول انا هساعد حد فقير. لو هتعملها هنا ممكن تعملها من الناحيه اللي هي روحانيه. لو في مثلا زي ان شاء الله في رمضان ممكن تتبرع بحاجه، ده كده شك. الشك اللي هو مثلا الصحي ممكن تبتدي تشوف ازاي انت تبتدي تعلم حد. كلها اهداء لنجمه كبيره اتربينا عليها فنيا، اتربينا عليها وفهمنا يعني ايه موسيقى، وعرفنا يعني ايه غنى، وعرفنا يعني ايه طرب. الفنانه ورده، كل سنه وانت طيبه النهارده، عيد ميلادها 22 يوم الخميس، عيد ميلاد الفنانه الجميله ورده، كل سنه وانت طيبه وقبال مليون سنه ويا رب على طول كده يديكي طول العمر ومكمله معانا وتفضلي بتحيي الغنى الجميل في حياتنا. انا اخر مره شفت فيها الفنانه ورده كان من سنتين تقريبا، كان في حفله في الاسكندريه، كان في المنتزه، كان في مهرجان الاسكندريه للموسيقى والاغنيه. مش عايز اقول لكم قد ايه بقى كانت جميله، سواء شكلا سواء طربا سواء اللبس اللي هي كانت لابسه. انا فاكر هي كانت لابسه ايه، كانت لابسه فستان ابيض عليه ورد، رائعه جميله. كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه يا ورده يا جميله. والنهارده هيكون معانا اغنيه ليها ان الاوان، يعني وقال الاوان بقى انك ترجعي مره ثانيه وتغني لنا اغنيه جديده من الحان الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني مش هننفع، يعني مش هنلاقي حد زي بليغه حمدي وزي الجيل العملاق اللي حضرتك اتعاملتي معاه، بس يا رب بقى نشوفك مع ملحنين ومطربين يعني ومؤلفين، ويمكن ديو الله اعلم انت بتاخدي خطوات جميله واي حاجه هتعمليها هنحبها وعلى طول هنسمعها. النهارده معانا يعني اغاني كتيره، يمكن هنبتدي باغنيه الفنان الجميل مصطفى قمر، اخر اغنيه ليها اغنيه هي، والنهارده معانا فقط تاتر واحد هيكون معانا الفنانه يارا. بس عايزين نعرف ونقعد ندردش كده، كل واحد بيبقى حاطط يعني مواصفات لفتاة احلامه، وكل واحده حاطه مواصفات لفتاة احلامها، وده ما بتلاقيهاش على مهم، ما بتوجدش. بس ايه بقى اللي احنا ممكن نتغاضى عنه، وايه اللي احنا ممكن ما ينفعش نتغاضى عنه، وهل المواصفات ديت فيها مواصفات شكليه كمان؟ ودي برده ما بنلاقيهاش، بس يعني هل برده ممكن نقول مش مشكلة لو قصيرة ما اني كنت عايزها طويلة، مش مشكلة لو تخينة انا كنت عايزها رفيعة، مش مشكلة لو شعرها وحش انا كنت عايز شعرها حلو. ايه بقى؟ ايه المشكلة اللي هنقف عليها ما ينفعش بقى دي اللي هنقف عليها ولا مش هينفع ونقول لا بالنسبة للجوادة دي ما تنفعش؟ نروح نشوف مصطفى قمر وهي، نرجع لكم مرة تانية. انت عارف ليه؟ عايز اقول الموقف صعب قوي اللي انا وتامر فيه، لانه طارق حبيب يعني الاعلامي المتميز اللي احنا اتربينا على برامجك ان احنا نبقى قاعدين بنحاور حضرتك، ده شرف كبير لينا. حضرتك منورنا واول ظهور ليك في التلفزيون المصري بعد 25 يناير. جيتي للحق، ظهرت في قناه نايل سبورت الاسبوع اللي فات. طيب لكن نقول بعيدا عن الرياضه، بعيدا عن الرياضه، مع نايل لايف. طب استاذ طارق حبيب، حضرتك كنت بتقول ان حضرتك كان مغضوب عليك، ليه؟ هو ده سؤال بساله لنفسي من يومها لحد النهارده وما عرفتش السبب حقيقي. لا انا كان ليا ميول سياسيه ولا نوايا وهوايا وتيارات سياسيه تحركني، ولا ليا علاقه باي حد، وباجي المبنى سكات وامشي من السكات. عمري ما اتخانقت مع حد ولا اختلفت مع حد، لكن قامت في دماغ القيادات في ذلك الوقت فاستقالوا دمي، ما تفهمش، قالوا ان انا لا اصلح، فبالذوق كده كرهوني في عيشتي وخلوني امشي. بس مش عايزين الكره ده او الزعل ده يستمر، احنا عايزين طارق حبيب يظهر مره تانية على شاشه التلفزيون المصري، لانه ده لازم مع التغيير. ده من تداعيات الساره انه طارق حبيب يرجع تاني للتلفزيون. اشكرك. كنت زي ما كنت بقول لحضرتك قبل التسجيل انه كان معروف ان طارق حبيب، وكانوا الناس بينتقدوا انه اعلى اجر في التلفزيون المصري بياخده طارق حبيب. طبعا مقارنه بالارقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي واللي حضرتك بتسمعها اكيد بتتصدم بتتضايق. اشعورك عامل ازاي يا استاذ طارق؟ انا بيني وبينك مؤمن بكلمه ربنا رزاق كريم، ويرزق من يشاء او يرزق من يشاء، فهو عايز كده اداني، وبعدين دلوقتي عايز كده اداهم، فما بحسدش حد ولا بقارن نفسي بحد، لكن بقول ان ارقام فلكيه غير طبيعيه مش في الزمن ده. بس مش ما ينفعش حضرتك تقول لنا الرقم الفلكي اللي كان طارق حبيب بياخده كان كام؟ كنت باخد في الشهر 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ده من كام سنة؟ في التسعينات، أوائل التسعينات. طب أستاذ طارق، أنا عايز أعرف من حضرتك حاجة، هو المفروض من الإعلامي إن هو يكون مستقل عن الحياة السياسية؟ حسب البرنامج اللي بيقدمه. ده من ناحية،
هو شخصيا يقدر